ازايك واضع؟ لو ده سر العلاقة مع ربنا يبقى من الواضح ان لازم ناخد خطوة. ازاي اكون متواضع؟ عايز تكون متواضع، كن صريح واعرف حجمك. كن صريح مع نفسك واعرف حجمك الحقيقي. التواضع مش انك تقلل من نفسك، التواضع انك تعرف حجمك الحقيقي. التواضع انك تكون متصالح مع نفسك. الزيف والتواضع عكس بعض. لو انت بتمثل تمثيلية انك حاجة مش انت، ده عدم تواضع. كن نفسك، كن على طبيعتك، كن حقيقي، هو ده التواضع. ولو انت كنت على نفسك، على صورتك، لو كنت حقيقي قدام ربنا وقدام الناس، ربنا يعرف يشتغل في حياتك. لو كنت حقيقي قدام ربنا وقدام الناس، ربنا يعرف يتصور فيك، لانك بقيت بتتكلم لغته، هيعرف يتفاهم معاك ويغيرك ويخليك على صورته وشبهه. كتير بنعيش عشان نرضي الناس. يسوع معاش عشان يرضي الناس، يسوع عاش علشان الناس. والفرق ما بين الاثنين دول كبير جدا جدا جدا. في فرق من انك تعيش عشان ترضي الناس، وفرق انك تعيش عشان الناس. اللي بيعيش عشان يرضي الناس بيتلون، اللي بيعيش علشان الناس بيخدم وبيضحي وبيتواضع. قد ايه من حياتك، بمعنى اصح وقتك ومجهودك وتفكيرك وفلوسك، بتصرفه على نفسك؟ وقد ايه من وقتك وتفكيرك ومجهودك وفلوسك بتصرفه على الاخرين؟ فكك من نفسك، اعرف حجمك الحقيقي وكون صريح. طيع واخضع للاخر زي ما سيدي وسيدك طاع وخضع للاخر. كتير مننا بنصارع مع خطيه، ومشكلتنا ان احنا بنوقف بسرعه قوي. يسوع ما قررش ان هو يوقف، يسوع كمل. ايه في حياتك انت كل شويه لما تلاقي النتيجه مش ولا بد، او لما تلاقي الموضوع بيتكرر بتوقف؟ ايه في حياتك النهارده انت محتاج تقرر انك في خضوعك وفي طاعتك وفي استسلامك لله تكمل، تكمل للاخر، تكمل للاخر، بتطيع ربنا، تكمل للاخر، بتاخد خلوتك حتى لو لسه مش حاسس بتغيير، تكمل للاخر، تقرا في الكتاب حتى لو مش حاسس انك بقيت فاهمه كويس، تكمل للاخر، تعمل الصح حتى لو انت بقيت اخر واحد بيعمل الصح، تكمل للاخر، تصلي للي انت بتصلي لهم حتى لاخر لحظه لو بان ان مفيش استجابه.